صدرنا. هل هناك أزمة جديدة تتعلق بحياة الرئيس؟ في نفس الوقت يتظاهر مجموعة من الشباب أمام القصر. حصوا حصوا ولا مصر! حصوا حصوا ولا مصر! احنا عايزين حد يطلع يكلمنا، حد يفهمنا أي حاجة. الرئيس حده إيه دلوقتي؟ الدولة مش عارفة، ما ينفعش تضل من جوه الأوض المقفولة. وعايزين شفافية، فين الشفافية؟ أيوة زي ما توقعت بالظبط، شكلها هتقلب على الكل. Thank you.